السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى الفيديو ديالي يوصلكم وانتم في احسن الاحوال. ان شاء الله اليوم غادي نحضروا الشباكيه. غادي نشارك معكم الشباكيه اللي غادي ندير هذا العام ان شاء الله. الشباكيه سهله، ما كتحتاج لا دليك لا حتى شي حاجه. غادي نجهز المكونات ان شاء الله. كما كتشوفوا هنا عندي كيلو ديال الدقيق، اللي بغى يكثر او لا ينقص له الاختيار. يعني بغيتي ديري نص كيلو او لا بغيتي تزيدي على هذا العبار تزيدي. مهم انا غنعطي المقادير ديال كيلو ديال الدقيق. كيلو ديال الدقيق غادي ندير له صفر ديال البيضه، ماشي بيضه كامله. كما عارف البيض ديال البيض كيدير لنا كشكوشه عند من كنبغيو نقليو. عندي هنا شويه ديال المسكه الحره او المستيكه. عندي هنا جوج معلقات من النافع ونص معلقه من حبه حلاوه. انا حيت هنا كنت طحنتهم كاملين عاد قسمتهم، وهم جوج معلقات من النافع ونص معلقه من حبه حلاوه، شويه ديال الملح، واحد معلقه صغيره من القرفه. بالنسبه للجلجلان واللوز، هنا عندي 200 غرام في 200 غرام، 200 غرام ديال اللوز اللي سبق لي شاركت معكم الطريقه ديالو، غادي نعاودها ما فيها باس. هنا خديت 200 غرام من اللوز، دخلته الفران، ما خليتوش حتى تقلى، يعني تقلى بزاف، غير ديك نص قليه وخرجته وطحنته بالجلود ديالو، يعني بالجلفه ديالو طحنته حتى كيتنيل على هذا الشكل بحال هكا. حاول يعني ما نخليش فيه شي حبه ديال ما نخليش فيه يعني قطع يكونوا باينين باش ما تجرحش لنا العجينه ديال الشباكيه. وهنا عندي 200 غرام من الجلجلان، الجلجلان كذلك حمرته، يعني نحمروه في الفران، يعني نحمروه في مقله، يعني نحمروه باش ما بغينا، غير هي تحمر ما يكونش داك التحمار ديال بزاف، يعني غير نص تحميره كيف اللوز كيف جلجلان. 200 غرام 200 غرام طحنته مزيان كما كتشوفوا حتى كيبدا يتعلق، ونحاولوا يعني ما نخليوش فيه حبات باينين. وعندي خماره ديال الحلوه، بالنسبه للكيلو غادي ندير خماره ديال الحلوه. بالنسبه للسوائل عندي هنا البنات 150 مليلتر ديال الزبده المذابه، حاولوا يعني تكون زبده نوعيه جيده ما يكونش فيها الماء. عندي هنا 200 مليلتر ديال الزيت النباتيه اولا زيت الزيتون. اللي بغى يخلط مثلا يدير 150 مليلتر ديال الزيت النباتي ديال زيت الزيتون ويضيف 50 مليلتر ديال الزيت النباتيه يدير. انا هنا كندير 200 مليلتر ديال زيت الزيتون. عندي هنا 150 مليلتر من ماء الزهر، هذا هو اللي كنخدم به، ماء الزهر بالدار بالعامري، كناخذو من المنتوجات المغربيه اللي كيجيبوه بالنسبه للاخوات اللي هنا في فيرجينيا، كيجيبوه في جلوبال فود وكاينين في جميع المحلات العربيه. وعندي هنا البنات 50 مليلتر ديال الخل، وغادي نحتاج شويه ديال الزعفران الحر، وبطبيعه الحال الجلجلان اللي حمرتو للتزيين، بغينا نزينو حتى باللوز نزينو، العسل بطبيعه الحال وزيت القليان. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. غادي ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للبيضه ما عرفتش قلتها ولا لا، ما غاديش نخدمو بهذه كامله، غادي نخدمو غير بصفر ديال البيض. غادي نحاول نخلط جميع النواشف، جوج معلقات ديال النافع، نص معلقه من حبه حلاوه، معلقه صغيره من القرفه، شويه ديال الملح، كبيسه ديال الملح، والمستيكه ولا المسكه. بعد ما ندكوها شويه بطبيعه الحال، وغادي نزيد 200 غرام من الجلجلان و 200 غرام من اللوز. غادي نحاول نخلط هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم. هاد الاثناء غادي ناخذ شويه ديال الزعفران شعره، وغادي نديرو في مجهر باش يلاه يطلع شي شويه. بالنسبه للاخوات الجدادات الزعفران
راه نشاركته معكم، خديته في من ريستورا ديبو. هاد الكميه كامله 28 غرام، خديتها ب 34 دولار من ريستورا ديبو. صافي غادي نخليه هنا يطلق. غادي نضيفو في الماء البنات. بالنسبه للاخوات بحال هكا علاش كيسميو الشباكيه البيته؟ بالنسبه للاخوات اللي بحال كيبغيو يقسموا الخدمه، هاد الخماره ما يديروهاش في هاد النهار. من بعد ما يخلطوا جميع النواشف يضيفوا الزيت البلديه والزبده ويبسبسوها مزيان ويخليوها ليله كامله حتى الصباح، علاش كتسمى الشباكيه البيته. انا اليوم ما درتش هاد العمليه، كلشي غادي نديرو في نهار واحد. اليوم الصباح غادي ندير كلشي في نهار واحد، داكشي علاش غادي ندير الخماره. غادي نحيد الصفر ديال البيضه، هاد ديال البيض ديال البيض كما قلت لكم كيكشكش كيدير كشكوشه في هذا اللي كنكونوا نقليو. غادي نضيف الزبده 150 مليلتر غادي نضيف 200 مليلتر من زيت البلديه. كما قلت لكم اللي بغى يقسم يدير 150 مليلتر من زيت البلديه و 150 من زيت المائده ولا زيت النباتيه لكم الاختيار. نحاول نبسبس هذا الدقيق. بل هاد الخل والمازهر بغينا ندفيوه شي شويه، ندفيوه مني كندفيوه هاد الناس كيتشعد لينا هاد العجينه هادي دغيا كتطلق معانا، ما كتحتاجش دليك. انا عندي هنا الكوزينه سخونه داكشي علاش ما غاديش ندفي، يعني كلشي راه دافي. انا دابا كنخدم وكنحس بديك الزبده اللي مذوبه، كنحس بها طلقت لي العجينه كما كتشوفوا. صافي من بعد ما لبست هاد الدقيق وهاد العناصر كاملين بهاد الزبده وزيت البلديه، غادي نضيف 50 كما كتشوفوا تقريبا قل من نص ديال الكاس 50 مليلتر من الخل. والخل بالنسبه للمبتدئات حاولوا ما تكثروش باش ما تجيش تفرتت معاكم بزاف، يعني المبتدئات ديروا حاولوا غير ربع ديال الكاس اللي ديروا. غادي نبدا نضيف الماء الزهر تدريج، نبدا نضيف التدريج بشويه بشويه. وانا كنجمع يرى هاد العبار هذا كيجي لاصق مع هاد كيلو ديال الدقيق ديال الفورس. هذه بعض المرات يعني النوعيه ديال الفورس كتكون كتشرب شويه، كاينه اللي داكشي علاش كنبقاو نضيفو بشويه بشويه. الا بطبيعه الحال احتاجنا بلي العجينه ديالنا مازال خاصها باش تجمع، نضيفو شي شويه ديال الماء الزهر نزيدوه.
كتشوفونا غادي يجيني نيشان. صافي كنبقى مستمرين بحال هكا حتى كتجمع لينا العجينه ديالنا. من بعد البنات نقسموا العجينه ديالنا المشوي يعني ما فيها لا دلك لا والو، كتكون زبده و هادشي يعني بحرارة المطبخ اولا ندفيوهم شي شويه كيساعدونا باش العجينه تجي مزيانه، يعني كتساعد باش كتجي العجينه لينه. صافي نقسموا دابا العجينه ديالنا على شكل كويرات ولا على حسب قد اللي حنا غادي نقدروا نخدموا به. ندوروهم بحال هكا واحد زيبلوك ولا في بلاستيكا ولا انا عندي في هذا البلاستيك الغذائي، ونخليهم تقريبا واحد 10 ولا 15 ولا على حسب ديال الوقت اللي ترتاح لنا فيه العجينه ديالنا. مثلا يعني ما نقيو هذا الشيء وهذا تكون العجينه ديالنا وجدات. هنا هاد الكويرات يعني نحاولوا نديرهم على حسب القد اللي غيكون عندنا ساهل يعني في الخدمه، يعني نديرهم قد هكا يعني نديرهم صغار على حساب سطح العمل فين غادي تسرحوا هاد الكويرات ديال الشباكيه. جزاء سهله الشباكيه بحال هكا وكيف ما شفتوا يعني ما فيهاش قوه الدليق وديك بلاك وبلاك وبلاك. وغادي نشوفوا ان شاء الله النتيجه كي كتطلع معنا هاد الشباكيه كتجي هشيشه تذوب في الفم. صافي هاد هي ديك الوحده ساهيه كنا كنديرها في بلاستيكه. صافي البنات خليها ترتاح كما قلت لكم واحد 15 20 على حساب الجو كيف داير. تنحسوا بها يعني من يديروا ايدينا بحال هكا تبان لنا راها لاينه، ديك الساعه اللي نجبدوا باش نخدموها. نتلاقاو من بعد. من بعد البنات ما ارتاحت لينا العجينه ديالنا كما كتشوفوا انا طولتها حنا على 4 كنطول بحال هكا ملي كنكون باغي نخدمها في الماكينه هكا باش ما كتصدعش ليا بزاف، كنطولها بحال هكا على 4 كتسهل ليا المأموريه. الطريقه كيفاش كنطولها الطريقه العاديه سهله كنسرحو بحال هكا شي شويه العجينه ديالنا. اما بالنسبه للبنات اللي غيخدموها غير بالمدلك ما كايلاش طولوا على 4 يعني غير سرحوها بحال هكا بقاو تسرحوا فيها وديروا. انا هكا كتجيني ملي كنطوي على 4 ما كيكونش ليا حتى داك المكان نقطع من هنا ونرجع من هنا وداك الشيء ما كيكونش ليا كثير، هادشي علاش كنطوي على 4 كنطوي بحال مسلمه كما كتشوفوا البنات. ما عرفتش واش بان لكم البنات كما كتشوفوا كنطوي بحال هكا على 4 بحال اللي غندير السيمره هكا كتجي ساهله ساهله بزاف في الخدمه وما كيضيعش يعني ما كتبقاش خاصك تقطعي وخاصك ديري. صافي دابا غادي ندوز ان شاء الله لاول وحده باش نبدا نخدم فيها. ما كتشوفوا ملي كتكون مربعه بحال هكا ما غتعواش لينا بزاف. وحنا يعني وحنا كن
ندلكو نحاولو باش ما نبقاش يتقطع عاود رجع قطع عاود رجع تكون سهله معانا. كتشوفو البنات انا غادي ندوزها كيما قلت لكم غادي ندوزها في الماكينه باش تجيني سهله في الخدمه. جست دوزها البنات في الرقيق في هاد السمك هذا اللي كيما كتشوفو غادي ندير شباكية صغيرة شبيبيكية مصغرة حتى في الهضرة. غنحيد هادي من هنا باش نشارك مع الأخوات يسولوني على تركتي في الشباك شاركتها معكم داك العام غادي نعاودها معكم من جديد. حيد هادو نوريكم تركة الشباك باش ميجينيش إن شاء الله الفيديو طويل بزاف عاد نكمل ديك الساعة أنا الشباكية ديالي على خاطري. نحاول نقاد ليها الجناب هنا كتشوفو ملي كنديروهم ربعاض مكنحتاجوش حتى القوة ديال هدوك الجناب مكيتقطعوش هنا بزاف. نحاول ندير أربعة ديال الشريطات ونقطع نذوب أول وحدة كما كتشوفو أنا دايراها صغيرة نهزو اللول نديرو الفوق تاني نديرو لتحت التالت نديرو الفوق الرابع نديرو لتحت وكنقلبو على هاد الشكل بحال هكا على هاد الشكل بحال هكا. غادي نعاود معكم وحدة أخرى نوجد بعد واحد السينيه فين غنحط غادي نعاود نشارك معكم حدا عن قرب ما كتشوفوها واحد كنهزوها ثانيه كنزلوها ثالثه كنهزوها رابعه كنطيحوها والخامسه كنهزوها وكندوروه كنخشيو هاد الصبع هذا هنا وكندوروه على هاد الشكل بحال هكا كنحاولو نقادو الوردة ديالنا وكتجي الشباكية على هاد الشكل كما كتشوفو كتجي على هاد الشكل. نحاول نقرب ليكم بزاف باش تشوفو كتجي حلوة. نعاود معاكم وحدة أخرى البنات بزاف الأخوات اللي قالوا ليا ركزي لينا على الشباك ها اللولة كنهزوها الثانية كنطيحوها الثالثة كنهزوها الرابعة كنطيحوها الخامسة كنهزوها كيسمحوا لنا ثلاثة طالعين وجوج نازلين كنخشي هاد الصبع هذا كنخشي هنا على هاد الشكل بحال هكا وكندور ملي كندور كنحاول نقاد كما كتشوف اللي تخاف من التشبيكه تحل ليها تكرز هنا تكرز هاد الجناب. انا متاكده بلي التشبيكه ديالي ما غتحلش ليا يعني ما كنكرش اما اللي تحس براسها يعني ما الشباكيه محلوله تزيد تكرز هنا تورك هاد الجناب هادو بجوج وتكرز ما كتشوفو كيجي الشكل ديالها بحال هكا صغير زويون. يا كتشد الايد هاد الشباكيه كملي كتكون صغيره ولكن كتجي حلوه ديال المنظر وبحال هكا ما كتضيعش يعني واحد ياخذ وحده جوج بحال هكا عضا جوج يعني كتجي على حسب عضيضه. وانا بيني وبينكم البنات غنمشي نكمل الشباك ديالي وانا جالسه غنمشي نجلس في الطبله ونكمل الشباك ديالي وانا جالسه محتاج باش نكمل الشباك هادشي كامل وانا واقفه شويه القضيه صعيبه.
وحاجه اللي ننصحكم البنات دائما كملوا ديروا في الميكا ولا كمدوا بحال هكا باش العجينه ما يضربهاش البرد وما ما تقصحش لينا. اما بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا شباكيه كبيره راه تغير ما يوضع غير تسالي معاهم اللي بغاو بحال هكا بشويه بشويه يديروها صغيره وتجي حلوه في المنظر حلوه في الشكل شويه ديال الصبر ضروري. واحد القضيه البنات مهمه بالنسبه للاخوات اللي ايديهم تقالت في الشباك الاخوات المبتدئات اللي بحال هكا الايد ديالهم ثقيله في الشباك ما يلوحوش الشباكيه الغليظه ديال في الايد ديالهم يحاولوا ما يديروش خماره كامله يحاولوا خماره ينقصوا منها يديروا مثلا غير نص ديال الخماره باش ما تطلعش لهم ثاني في ايديهم بزاف. اما اللي كيلوحوا يعني تشباك دغيا اولا كاين العوين معليش تغير ميوا كتجي زوينه البنات الشباكيه بحال هكا كتجي كدوب في الفم غير جربوا هاد المقادير هادو يعني طرق مختلفة ديال الشباك ولكن هذه هي الطريقة اللي كتعجبني صراحة كتجيني الشباكية هي خاصها تكون بحال هكا وحدة الفوق وحدة التحت وحدة الفوق وحدة التحت لا ما جاتني الشباكية يعني مشبكة بهذه الطريقة هذه ما كت واخا يكون الطعم ديالها نفسه ما كتجينيش راها شباكية شباكية صافي البنات انا غادي نمشي نجلس باش نكمل هادشي عليا من بعد ما كملت الشباك كما كتشوفوا صافي كملت الشباك غطيته خليته كينشف دابا ان شاء الله غادي نمشي نبدا نهز من هنا ونقلي في الكوزينه كما كتشوفوا راني شبكت في الصالون ريحت مع راسي وجلست نشبك دقه دقه عليا اش بيتي مامي سامي هنا راه كيكمل في الشباك راسو صافي دابا ان شاء الله كما قلت لكم غنمشي نبدا نقلي ونعسل مع نقلي ونعسل البنات كما كتشوفوا وجدت الزيت درتها كتدخل وجدت العسل العسل البنات هنا ما يكونش داك ثقيل باش ما يهرش لينا الشباكيه يكون على هذه الكثافه هذه بالنسبه للاخوات اللي ما شافوش الوصفه ديال العسل غنخلي لكم الرابط ديال صندوق الوصف باش كنخفوا العسل نزيدوا عليه الماء زهر ماء زهر ندفيوه شي شويه ونخلطوه مع نبقاو نحركوا بحال هكا كيخفف لينا العسل يعني ما خاصوش داك العسل يكون ثقيل بحال ديال البريوات ولا هذا كيبغي بحال كيكون كون بينو بين وجدت هنا فين غادي نصفي وجدت فين غادي نحط وجدت لا اللي غادي ندهن بيه دابا بقى ليا غير نمشي نبدا بشويه بشويه نبدا باول لاطه درت هي هادي بالنسبه للزيت البنات ما يكونش ديك سخون بزاف باش ما تخطفش لينا الشباكيه يعني طاب من برا وتبقى من الداخل يكون دافي ومني بان لينا صافي راه سخان نقصو عليه كما كتشوفوا عندي مقله كبيره ديال تبراد القلب كان نعمر فيها يعني النص ولا اكثر وكان القليان يعني كيجيني ساهل ما بغيتش نكثر عندي مقله كبيره وكنت ما بغيتش نكثر ما عارفين تحسال وهز وحط وداكشي باش ما يغلبنيش ما تغلبنيش الشباكيه كنا جوج ايدين يعني معايا شي وحده ولا شي حد اللي معاوني في الشباكيه بطبيعه الحال نقدر ندير لاطه في المقله يعني ما نحيرش فيها ولكن ملي كتكون ايدك بوحدك خاصك بشويه بشويه باش ما تغلبش عليك كما كتشوفوا البنات الشبيكه كتبقى زوينه ما كتحل ما والو
شفتوا ما كتحل ما والو. صبروا عليها بشويه بشويه حتى تاخذ اللون زوين. صافي البنات ملي تبدات صافي تاخذ هذا اللون هذا صافي ديريك كاست طرو كنعسلو كما كتسمعوا ما كاين غير تفشفيش. خليه يشرب العسل شباك ليه مزيان. شتي ملي ما كتعمريش اللاطه بزاف كتقدري تحكمي فيها في طيابها وفي كلشي. كتجي صغيره بحال الكحلو هو في الشوفه وفي كلشي. كتعذب شي شويه يعني كتاخذ لك شويه ديال الوقت ولكن كتجي زوينه. صافي نعسل هنا نخليه واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق حتى تشرب لينا الشباكيه تشرب العسل مزيان. وعاد ديك الساعه غادي نهزها نحطها في هذاك الكسكاس نخليها تسخن. وهنا بالنسبه للزينه لينا الاختيار بجوجلان محمر اولا باللوز ايفيلي اولا باللوز مقرط اولا يعني لينا الاختيار نزينو باش ما بغينا. كاينين كاع اللي ما كيبغيش يزينها كيبغي يخليها غير بحال هكا بهذا اللون ديالها المحمر. شوف دابا ملي الزيت كيسخن دغيا كيتخطف نقصو شي شويه البوطه باش ما تحمرش لينا من الجناب كما قلت لكم وتبقى من الداخل. شوفوا هذه البنات شحال صغيره وزيونه. صافي انا غادي نستمر البنات بنفس الطريقه نحمر ونقلب نقلي ونعسل بنفس الطريقه كيف ما شفت معكم. كما كتشوفوا دابا الزيت سخنات يا نقص عليه ونبقى نستمر. كما كتشوفوا البنات ما كتقرد ما والو يعني كتبقى شاده في راسها مزيان. هافوش يعني تفرتت لينا ولا هكا لا تخافوش. وكتجي فتيه فتيه غير كما قلت لكم الاخوات المبتدئات بعدو من بعدو من بعدو من بعدو من الخل ما تكثروش منه بزاف. انا كما شفتو درت 50 ملي انتما ديرو تقريبا هذاك ربع كاس هكا تقريبا 25 حتى 30 ملي. انا دابا بدات الخدمه ديال الصح ديال غنقلع الفورشيطه نهز هزه وحده غنبقى تلعب الفورشيطه غادي تحرق ليا. صافي الفورشيطة تا تسلمينا. دابا كاين غير الهز بشباكي وبسميتو معولين معولين على الأرضية غتعسل. صافي نخليوها تشرب شي ملي كتاخد وقتها في الشريب باش اللون ديال الشباكية كيجي زويون كيجي زويون من داك الشرفاح ملي كتشوفو. يلا البنات نخليكم ان شاء الله تنكمل هادشي. البنات هادي هي الشباكيه ديالي كما كتشوفوا قدمت على هاد الشكل بحال هكا. هنا عطيتها الزينه بالجلان وهنا كما كتشوفوا خليتها بلا والو. بغيت ندير عليها شويه ديال اللوز ولكن تلقيتو ما بقاش عندي اللوز شويه ديال اللوز ايفيلي. كما كتشوفوا كتجي معلكه البنات ومفرقعه كما كتشوفوا البنات كما كتشوفوا كتجي كلها مفرقعه ومشربه مشربه العسل.
وهذه كانت هي الشباكيه ديال 2018 ديال هذا العام. كنتمنى باش تنال الاعجاب ديالكم، وكنودعكم في امان الله.